سلام. سلام يا حوت. ها جناحك. يا أمي رايح. يا أمي خليفة بس. أهلي يا ابني. صبح كده في الشارع. تعالي عود ارتاحي. هات شوية مية يا نحلة. عينيا كبيرة. ايه اللي بيغسلك على الصبح كده يا أم خليفة؟ اسقيني شوية مية الأول يا ابني. المية نحلة. ريقي ناشف. الله يا نحلة يا دنيا. بسرعة يا ابني ما تتحرك. اتفضل يا سيدي. اشرب يا معلم. كتر خيرك يا حبيبي. ألف هنا. رايحة فين ولا جاية منين على الصبح؟ أنا كل يوم على الحب أخرج الصبح أروح عشان أملى الأنبوبة، وهناك الناس بتضرب في بعض وبتاكل في بعض وزي النمل يا حبيبي، وفي الآخر يقولوا لنا خلاص شطبنا. شطبنا إيه؟ وعلى الحال ده بقالي قد إيه؟ آخ أكتر من 4 أيام يا حبيبي، ومش عارفة أعمل إيه يا ابني. 4 أيام؟ وبتاكلوا إزاي؟ وعايشين إزاي؟ ربك اللي بيرزقها. ده مش أنا بس، دي الحارة كلها على دي الحال يا حبيبي. يا ستي قولي لي، أنا هتصرف أغير لك الأنبوبة. أنا مش عايزة أتعبك، كفاية اللي أنت فيه. تتعبيني إزاي بس يا أم خليفة؟ يا نحلة، تعالى بسرعة. نحلة خد الأنبوبة دي وغيرها. يا ابني ما ينفعش، بقول لك مفيش أنابيب. خدتك بعافية يا حبيبي، ربك هيحلها. يا رب، حلها من عندك. يا رب. يا وسط. يا رب. ما تشغلش بالك كبير. ما تشغلش بال ازاي يا نحلة؟ ده ايه الموضوع ده يا نحلة؟ فيه ايه؟ يا كبير ده موضوع كبير قوي. بقالنا بتاع 3 أسابيع مفيش أنابيب في السوق. احنا ربنا بيحبنا، طلع ان احنا عندنا شوية أنابيب جوه وبنبدل فيهم، كان زماننا كبير بنولتهم. يعني ايه؟ والناس مش لاقي أنابيب ليه؟ يا كبير، التجار يا كبير والناس بتلم الأنابيب من السوق، الأنبوبة بتتباع ب7 جنيه، يبقى هم بقى ب50 60 70، هم ودماغهم يا كبير. 70 جنيه ولاد الكلب ليه؟ عشان الافتراء يا كبير. افتراء. يا جماعه يا جماعه، اللي سلم بومبا امبارح هو اللي هياخد النهارده، اللي ما سلمش هيستنى معانا شويه. بكام يا نحله؟ ب8 جنيه يا ستي، يعني ب8 جنيه، يعني وداعا لغلاء الاسعار، يعني وداعا لبابور الكاس، يعني بالصلاه على النبي كده كله هيطبخ النهارده. وريني كده يا ستي. والنبي يا نحله قوم امبارح. بس انا حاسس ان البومبا مزور. ليه يا نحله؟ هتيجي انبوبه برده؟ خدي واحده. ماشي يا نحله. خدي يا تعالى. استنى فيها يا ام عاطف. ايوه يا باشا. في وجود الرايق بتاعي. صباح الفل يا هيثم باشا، نورت المنطقة. ازيك يا دفعة؟ الأنابيب دي منين يا رايق؟ بتاعت الناس يا باشا، اللي بيفضل نملاه وناكل فيه لقمة عيش. أنت عارف سعر الأنبوبة بقى بكام دلوقتي؟ وبتملوها بقى منين إن شاء الله؟ مستورد يا باشا، مستورد. هنعمل إيه بقى؟ أكل العيش مر يا باشا، ملزمكش أنبوبتين على البيت. صحيح ملزمكش،
بس انتوا بتاع الغاز الطبيعي. باشا انا كنت عايز اوجب معاك من غير اي حاجه والله. لا تشكر يا اخويا، واجبك وسع. نورت يا باشا. اطلع يا ابني. نورت يا عم الدنيا.